سندية مصطفى، عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكاتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمحاكم آسيا. اليوم هو الشطر الثالث من البرنامج النضالي اللي فيه وقفة احتجاجية من 10 لغاية 12 في محاكم المغرب كاملة، والثلاث والاربع والخميس كاين الإضراب، ونهار السبت عندنا المجلس الوطني لتصدير لتقييم المعركه على حدود الان وتصدير البرنامج النضالي. ويظهر ان هذا وزير العدل عنده المشاكل مع الفئات كامله ديال القضاء، عنده المشاكل مع المحامين، عنده المشاكل مع كتاب الضبط، عنده المشاكل مع مع مع, مع المفوضين، عنده المشاكل مع العدول، عنده المشاكل مع الموثقين، وهاد الناس كلها كدير في الاحتجاجات ديالها. دونك يظهر انه راه ماشي يظهر ان وزاره العدل ان الحكومه باغا دير واحد الاصلاح ديال العداله بزيرو درهم. المفترض ان اي اصلاح خصك تحدد لي واحد البيجي، اللي هذاك البيجي هو اللي غادي يسمح بانه تحفيزات للناس اللي غادي يتنخرط معك في الاصلاح اللي غتزاد مهام. ولكن يظهر ان هذه الحكومه تعتبر قطاع العدل قطاع غير منتج، وبالتالي ما باغاش تخسر عليه الفلوس، ولكن في نفس الوقت كطالب بالاصلاح ديالو في العلاقه بالمؤسسات الدوليه. اذا بالنسبه لنا حنا راه معركتنا مستمره وما كان غير التصعيد رغم تهديد المحكمه الابتدائيه ديال اسفي. شنو هو البرنامج اللي كان او على مستوى الدائره ديال اسفي؟ شنو هو البرنامج النضالي ديالكم؟ بدا اليوم بوقفه احتجاجيه، اليوم وقفه احتجاجيه وثلاث ايام ديال الاضراب. يعني ما غتكونش الخدمه، ما غتكونش الخدمه، كتوقف انخراط تام لكل الموظفين وموظفات كتاب الضبط. بمعنى انا غادي تجيو غدا وتساراو في المحاكم راه ما غتلقاوش ولا موظف. بمعنى واحد الاضراب اللي نابع من القاعده من تحت ديال الناس اللي منخرطين فيه كاملين، لان من 2011 ما عمر تزاد شي ريال، ومن 2011 وهي الزيادات والغلاء والمصاريف كتزاد. ولكن في المقابل وزاره العدل وهذه الحكومه هذه كيبان ليها بان راه وقت ما كنهضروا معاها كيقول لك راه انتم الوضع ديالكم مزيان، رغم انهم هما زادوا القضاة، زادوا الموظفين السلطه القضائيه، وهما بحالنا كتاب وكاتبات الضبط. ومن كيتعلق بالكاتبات وكتاب الضبط رغم اننا احنا ماشي كثير 14000، بمعنى 14000 كامله مني داروا الحساب الميزانيه ديالهم شي 900 مليون. دونك 900 مليون بالمقارنه مع 13 مليار اللي عطيتي للتعليم، ولا 14 مليار اللي عطيتي للصحه. دونك حنا راه لا شيء ابسيلون في الميزانيه العامه. ورغم ذلك حتى العدل راه قطاع حساس عندنا في البلاد، بالاضافه انه في الدور اللي كنلعبوا به حنايا. شوف راه الا ما عندكش العدل وهاد الموظفين محفزهم، دابا انت باغي تحارب الفساد وباغي تحارب الرشوه وباغي تحارب، ولكن راه خصك تهيئ شروط ديال هاد الشيء. اول الشروط هو واحد الوضع مادي مريح لهاد الناس هادو بما يسمح، وهذيك الساعه قزر اللي بان لك دار شي حاجه، قزر اللي بان لك فاسد قزر. وتحيه نضاليه وتبارك الله عليكم. شكرا.